ومؤثر محبوب سوى الله قلبه مريض على جرف من الموت والعمى. إذا حصل تقديم محبة غير الله على الله، قال ومؤثر محبوب سوى الله قلبه مريض على جرف من الموت والعمى. إذا اختل هذا الميزان وهو تقديم محاب الله على محاب النفس، فعند ذلك يظهر كذب حب الله عز وجل في قلب العبد. فإن من قدم محاب نفسه ومشتهياتها على محاب الله عز وجل كان ذلك دليلاً على عدم صدقه في محبته. وبقدر ما يقدم المؤمن محاب الله على محاب نفسه يدرك بذلك صحة الإيمان وصدقه. ولذلك قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ثمانية محبوبات ذكرها الله عز وجل، ثمانية، وهي أصول ما يحبه الناس ويتعلقون به ويقدمونه على محبة الله ورسوله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، وجهاد في سبيل أحب إليكم من الله ورسوله وأحب إليكم من طاعة الله وجهاد في سبيله، فتربصوا انتظروا، انتظروا إيش؟ العقوبة، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ولا يتوعد الله بالعقوبة إلا على معصية وعلى ذنب. هذا يدل على أن هذه الأحوال، تقديم هذه المحبوبات على محبة الله ورسوله ومحبة ما يحبه الله ورسوله من الأعمال الصالحة، دليل على ضعف الإيمان. قال ومؤثر محبوب سوى الله قلبه مريض، فكل من قدم محبوبا غير الله على الله ورسوله وطاعة الله ورسوله فقلبه مريض ويوشك أن يفضي به إلى الهلاك. لذلك قال مريض على جرف، أي على هاوية، فالجرف هو ما يخشى معه السقوط والهوي، على جرف من الموت والعمى، يعني على مقاربة أن يصيبه موت القلب أو يصيبه عمى القلب، وكلاهما بلية لا نجاة منها إلا بتسليم الله عز وجل ووقايته. فإن موت القلب انطماس نوره وعماه عدم إبصاره، وكلاهما يعمى به الإنسان عن مواقع الهدى ويقع فيما هو لظى من عذاب معجل. هوى غيركم نار تلظى ومحبس وحبكم الفردوس بل هو أفسح. نعم، حب الله عز وجل هو جنة الدنيا. ولذلك يقول الشاعر رحمه الله وحبكم الفردوس أو هو أفسح أوسع. فما يناله المؤمن بمحبة الله من الانشراح والبهجة والسعادة والسرور والاطمئنان لا يوازيه محبة من المحبوبات مهما كانت. ولهذا مما يعين الإنسان على ترك المعصية، على تقديم محاب الله على محبوبات نفسه، أن يوقن أنه إن قدم محبوبات الله على محبوبات نفسه فسيعقبه الله في قلبه لذة تفوق اللذة التي سيدركها بمواقعة المحرم. الله أمر بغض البصر ووعد على ذلك أجراً ونعيماً أعظم من نعيم إطلاق البصر. ذلك أزكى لهم، أزكى لهم، والزكاة بهجة وسرور وانشراح وطمأنينة في القلب إذا قورنت لذة زكاء القلب بلذة البصر النظر المحرم تلاشت تلك اللذة، لم يبقى مع لذة المحرم من لذة المحرم شيء، بل على العكس لذة المحرم تعقب حسرة وندامة وظلمة في القلب.
ألم حجز النفس عن المحرم يعقب سرورا وبهجة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بإيش؟ بالمكاره. حفت يعني أحيطت، فأنت تقتحم هذه المكاره لتصل إلى الجنة التي هي السعادة والطمأنينة والبهجة والسرور والنعيم، في حين تماديك في المعصية يوقعك في الهلاك. وحفت النار بإيش؟ الشهوات. فدخولك فيما تشتهيه هو في النهاية يوصلك إلى النار. النار ليست فقط هي النار التي تكون في الآخرة، بل ما يكون في قلب الإنسان من ألم المعصية وأذى مخالفة أمر الله والوحشة والظلمة الناتجة عن معصيته جل في علاه أعظم مما يدركه من ملذات هذه المشتهيات. لهذا قال الشاعر: هوى غيركم نار تلظى ومحبس، وحبكم الفردوس أو هو أفسح. نسأل الله السلامة والعافية.